وطول عمره الدين فوق راسه، ونمرة واحد جوانا هو الدين، من أصغر عين لأكبر راجل هنصلي جوا الجامع وعارفين شرع ربنا، لكن عمرنا ما دخلنا في قلب حد ولا فرضنا حاجة على حد، وحرمنا طول عمرهم مستورين. البردة البردة عتستر أكتر من الأشار بدل طلع موضة. القلوب عندنا تعرف ربنا ومنورة قبل الجلبية والدقن. فمش معقول الشيخ زاهر هو اللي هيقول لنا نعرف ربنا كيف، ما تفهمونيش غلط. الشيخ زاهر راجل محترم وعارف ربنا صح، لأنه شيخ وطيب. ماله هو ومال الانتخابات؟ لا مش عايزكم تضحكوا، لأن الشيخ زاهر راجل محترم وعارف ربنا صح، يعني من حقه يقول كلمة طيبة، يدي درس في الجامع، يحفظ العيال القرآن، يدي لله. ماله مال السياسة؟ السياسة واعرة لعب الدنيا، لازم تبقى زيها، مرة توديك شمال ومرة توديك يمين عشان توصل للمصلحة. وصدقوني الشيخ زاهر منافس أخوي، راجل محترم محترم محترم. كفاية عليه خطبة الجمعة، مفيش داعي يعكر صفو قلبه بالسياسة. السياسة عايزة نفر تاني، نفر يشق ترعة، يبني مدرسة، مستوصف. مين فينا عاوز اللي يقول له قم صلي؟ احنا بسم الله ما شاء الله كلنا جوا الجامع قبل الأذان ما يدن. وزع الهدايا منا. حاضر، بكرة هرجعها يا مهران بعد ما ارجع. هتتزوج ورايح على فين يا حمام؟ ايه يابا هتزوج ايه؟ شايفاني بنت ولا ايه؟ لا راجل ماشي، بردك رايح فين؟ رايحين نلفوا في الانتخابات. ابوك قال لك تروح معاه؟ من غير ما يقول، خلينا نشوف البلاد والدنيا. جدع يا حمام، خليك مع ابوك. والله جو حلو جو الانتخابات ده، مولد وعزايم وكرايم ويفط، اصلا انا احب الحركه. المهم ما تبقاش زي العبد ابو قرش. يعني ايه يا ام عبد بقرش؟ يعني توري ابوك شغلك، مش تبقى زي العبيط رايح جاي كده وخلاص. ايه ياما عبيط وعبد بقرش؟ قصدك ايه يعني؟ زمان لما كان في عبيد كان في عبد غالي وعبد رخيص بقرش. العبد الرخيص يروح يجيب الطلب في سنة ويجيبه غلط ويخسر سيده 5 قروش، يبقى مين احسن، ابو قرش ولا ابو قرشين؟ ياما احنا دلوقتي في زمن الدولار، لا عبيد ولا قروش. خلي ابوك يشوف شجاك، فاهم؟ فاهم يا مندة. سلام مندها.
رايح فين يا حاج محمد؟ عاوز ايه؟ أؤمر. عاوز قرش. خد. لا قلت عاوز قرش. ما عادش في قروش دلوك، لغوها. طب اقول لك رايح فين؟ رايح مشوار، ادعي لي. خدني معاك وانا ادعي لك. لف اركب. اركب فين يا عم الحاج؟ هيرول. وماله يا ولدي؟ احمد. معلش اركب قدام. أنا وصلت خلاص، نزلني هنا. نزل يا حمدان. عاوز حاجة يا حاج؟ ادعي لنا. رايحين بلد جنبنا عشان الانتخابات. أدعي لك تنجح؟ ادعي لأخوي. أخوك ربنا معاه. اسمك إيه مولانا؟ اسمي ناجح. الله أكبر، ناجح يا أحمد. ناجح اسم أنا. اسمي جميل ناجح. سلام، اطلع حمدان. استنى انت أبو مرعي. مرعي الله يرحم الحاج أبو كامل وخيري وجودة وحماد يا ناجح. ولسه إيه؟ لسه فيه مرعي. الله يرحمه. الله يرحمه كيه وهو لسه ما جاش. انا شفتك قبل كده. خد القرش. ليه يا ولدي؟ طب هات. ربنا ينجيك وانت ربنا ينجحك يا ابو السلام عليكم. لله في خلقه شؤون. اطلع يا حمدان. بعد اسبوعين ان شاء الله